بالفيديو مقيم بعباءة نسائية وكعب عالي يثير الجدل بالسعودية. انتشر مقطع فيديو لشاب في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية وهو ماشي في أحد المراكز التجارية لابس عباءة نسائية وحذاء كعب عالي، وكان ماشي جنبه راجل تاني لابس زياب. منظر الشاب لفت النظر للفتيات بالمركز التجاري، فصورته فتاة سعودية بكاميرا الجوال من ظهره ورفعت مقطع الفيديو على منصة التواصل الاجتماعي إكس، وقالت وهي في حالة من الصدمة مصحوبة بنوبة من الضحك: يا الله، لا يمكنني تصديق ذلك. ما الذي يحدث؟ من البداية كنت شاكة في أمره. تعالوا نعرف حكاية شاب العباءة ده وإيه اللي حصل معاه بعد ما اترفع مقطع الفيديو. اللي حصل مساء أمس في مركز تجاري بمدينة الخبر إن الفيديو اللي اتنشر ومتصور في شاب متنكر في زي نسائي لابس عباءة نسائية سوداء وكعب عالي بلون أبيض، كان ماشي معاه رجل أمن من المول التجاري لتسليمه للشرطة بعد ما شك الأمن في أمره. وبالفعل أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على الشاب اللي ظهر في الفيديو، ورفعت قوات الأمن العام على منصتها الرسمية إكس على الإنترنت خبر القبض عليه ومقطع الفيديو اللي تم تصويره ليه. وكشف رجال الأمن معلومات عن الشاب إنه مقيم مصري الجنسية، وتم التحقيق معاه والبدء في إجراءات ترحيله من المملكة. وطبقاً لفيديو الواقعة الغريب ده واللي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، انهالت عليه التعليقات وخصوصاً من البنات، ما بين تعليقات ساخرة وتعليقات استغراب للي وصلنا له تحت هاشتاج شاب العباءة أو هاشتاج الخبر. وكتبت مغردة سعودية على منصة إكس وقالت: يما الوضع يخوف، ولا بعد لابس كعب المشكلة مهنة، مشكلة أن يمشي فيه أحسن مني. وردت مغردة تانية بتويتة كتبت فيها: متمكن في المشي بالكعب. وعلقت مغردة وكتبت: لون الكعب رهيب والمشي يا سلام. وعلق مغرد على منصة إكس بتويتة كتب فيها: أفضل حل لمشاكل الأجانب المتكررة وضع نسب لكل جنسية، إذا زادت الجرائم في هذه الجنسية يمنع الاستخدام منها. وكتب مغرد تاني رأيه في الواقعة الغريبة على المجتمع وقال: التشهير هو أحد أسباب طرق التأديب. لكن بعض التعليقات برضو بدأت تدافع عن شاب العباءة واستنكروا التصوير، فكتب مغرد وقال: ليه ما سمعنا أنه تم القبض على المصور لمخالفته الجرائم المعلوماتية؟ هل لأن المصور أنثى؟ مغردين تانيين شافوا أن أكيد التنكر ده هيبقى وراه برضو جريمة بيعاقب عليها القانون. فعلق مغرد وقال: شكراً لرجال الأمن على إلقاء القبض على المجرم، ربما كان هدفه السرقة أو التحرش أو ترويج المخدرات أو غير ذلك، التحقيقات ستظهر الحقيقة. أنت كمان شاركنا برأيك في الواقعة الغريبة دي، لو قابلت موقف مشابه هتقف تصور ولا هتطنش وتقول دي حرية شخصية كل واحد يلبس اللي هو عايزه؟